والآخر سن مستقيم جمعيات سيارات سياحية عائلية مثل أجر عبيد عن اتحاد جمعيات كاس المدينة خيول الجمعة سن محمد الفجيرة كل فعاليات الجمعة الحاضرة معنا الشباب والشابات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار أنشطة رمضانية التي تتمها مراعاة الثقافي والاجتماعي عند التدريس تنظم جمعية الرئة السكنية اليوم مائدة مستديرة حول الموضوع يقوم إلى الأهمية المكان ويتمثل في التواصل بين التواصل العادي والتواصل العشوائي. ونحن سي مستقيم ولا صديقي لي سي أجرابي من خلال مداخلاتهما بينا شيئا كثيرا عن التواصل. فلا شك أن التواصل قد لا نحتاج إلى كلام حتى نتواصل، ممكن أن يتم التواصل بالحركة، أن يتم التواصل بالإشارة، أن يتم التواصل بصمت، ونحن نتواصل فيما بيننا، تواصل التلميذ مع أستاذه، تواصل الآباء مع الأبناء، تواصل الجيران فيما بينهم، تواصل بين الأحزاب السياسية وقواعدهم، تواصل بين فعاليات الجمعوية وبين السائلة. طبعا هناك عدة أشكال تواصل، وتواصل هادف له ضوابطه، له قيمه، له أدبياته. لا شك أن طبعا لهذا التواصل أدبيات، منها أخلاق، تسامح، تواضع، طبعا حب الخير، تعاون، العمل، الجدية وما إلى ذلك. إذن فيما قال السيد المستقيم من خلال الجمعية التي يترأسها، هذه مبادرة كانت مدينة فاس سباقة بها، هي أنها تستضيف طبعاً زوار سواء من الصعيد الوطني أو زوار أجانب، تستضيفهم في بيوتهم، وهذا خير يعم الجانبين، يشمل الأسر التي تستضيف هؤلاء الزوار، ويشمل كذلك الزائرين والضيوف، لأنهم أولا كنفتحوا عليهم وكي نفتحوا علينا، اللي كنستضيفوهم عندنا منازلنا، بمعنى أننا ماشي أننا كرينا لهم ولا معنا لهم، أننا كنعيشوا معاهم وكيعيشوا معنا، فممكن كنبينوا لهم الثقافة ديالنا، الحضارة ديالنا، التقاليد ديالنا، وكذلك كيتم تبادل آراء، أفكار، ثقافات، كنفتحوا عليهم وكينفتحوا علينا، وهذا كما قلنا كيعطينا واحد الدور كبير لا لينا ولا ليهم. أولا كيكون تسامح بين الأديان، لأن كيكون نصدق نصدقوا فرنساويين، ألمانيين، أمريكان وما إلى ذلك. يمكننا حتى من خلال هذه الاستضافة كيقتنعوا الثقافة ديالنا، كيقتنعوا بالدين ديالنا، شحال من أسر أنها بفضل هذه الطريقة هذه راها عملت على استمالة كثير من الأسر الأجنبية، واعتنقوا دين الإسلام عن طواعية واختيار. ماشي بالجبر ولا بالاضطرار ولا ابدا، ولكن من خلال هذا التعامل وحسن الاخلاق وحسن الضيافه
وانا كنعرف بعض الدور ديال السياحيه هي تعودت انها كتستضيف واحد الاسر معينه واللي كيجيو مي هذيك الاسر كيتصلوا بك الناس مباشره كيصدقوك. علاش؟ لان كان حسن التواصل، كان تواصل هادف بين الزائر وبين اللي كيتصادف هاد الناس. اذا التواصل الهادي فيه كل خير، فيه كل خير. التواصل عاود اللي هو عشوائي وغير هادي عنده عوائق كثيره باش ما كيكونش حسن التواصل. كاين واحد العوائق، اما سوء فهم او سوء ظن او كاين عوائق ديال التواصل كثيره اللي خصنا نتجنبوها، خصنا نتجنبوها. الغدر، الغدر بالعنف وكيكون توتر، شي واحد كيعيش واحد الفترة ديال القلق وديال التوتر وكيعكس هذا التوتر ديالو والانفعال ديالو على الآخر. إذا هذا راه عائق من عوائق التواصل، مايمكنليش نتواصل معاك وأنا حالة ديال شدة الغضب والقلق، مايمكنليش نتواصل معاك. علاش؟ لأن هذا الغضب، هذا الغضب كيكون كيدير قطيعة، قطيعة ديال التواصل بيني وبين الآخر. علاش؟ لأنني نعيش حالة توتر، الاكتئاب وما إلى ذلك. هناك كاين كثير من عوائق التواصل. ولعل هذا الدرس هذا يقرأه التلاميذ سنة أولى من سنة البكالوريا، عنده موضوع ديال التواصل، آداب التواصل، قيم ديالو، ضوابط التواصل، كلها يقرأوها. إذن أنا نبغي نعمل ديال الجمع على هذه المائدة المستديرة اللي كتصدم الفعاليات ديال النسيج الجمعوي اللي كيشتغل اللي كينشط هنا في الفضاء المركب الثقافي الاجتماعي عبد العزيز بن بريس. وكنشكر السي محمود الزهراء والسي مستقيم والسي أبرادي والدفاتي حق وكل السي جيل واعيد والسي مسعودي والناصر كاين من بورد الرجاء كل شيء اللي ما عيطلو واللي ما ذكرتو شيء هي راه مشمول كلكم انكم كتنشطوا وكت وهذا فيه كل خير. فيه هذا الجمع هذا المبارك، هذه الاجواء الرمضانيه اللي كنعيشوها. ورمضان كريم لكم ولكل المسلمين ان شاء الله يجوز هذا الوجه المبارك السعيده باجواء من الخير والسلام والامن لكي تستمتع به البلد ديالنا الحبيب ونعيشوا باستثناء على كل الدول العربيه اللي كتعرف الحروب وكتعرف الشخصيات وكتعرف التوتر اللي هو الحمد لله ان البلد ديالنا العزيز يعيش الامن والامان والاستقرار والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا استاذ احمد الهادفه هادفه وكنشكروا الاخوه اللي حاضرين كذلك. عن طريق اتحاد كامل صناعة الفكر ويدوز لعند السيد البشار
ينزل الطرف ديالو باش يبقى من داك الناس اللي دايرين الفراغات، لان داك الشهر الاول فيه 50 درهم تكون 26 وتقليلات 24 26 فقط تقليلات. جا الشهر الثاني ثاني فيه كان 30 درهم تفقت من 14 دار وبقيت تحملات. لماذا؟ لان هذوك الناس اللي ما عندهمش الشروط مشات راس الديور وما عندهمش الرقاء وما عندهم مثلا الدار ما فيهاش الشروط المواصفات التقليديه ولا هذا تختار ذاك تقدر ما كتعطاش الصرفيه. فلما كيتوفقوا هاد الناس او ما كيبداو بالتكوين، كيعطيهم التكوين، التكوين تيديروه في اتحاد الفريق خلاص اتحاد بعيد من الطيب اتحاد الاتحاد خاص المدينة طبعا قدم فلما كيتم ذاك التكوين عن اللغة عن التاريخ عن مثلا الأخلاق عن طريقة الاستضافة عن طريقة الطب عن طريقة كيفاش تتلاقى بذاك الناس كيفاش الاستقبال التهبة كيفاش تتلاقى بها. ملي كنخدم هذا التكوين كله ذاك الفترة ديال التكوين كتكون فيها 6 شهور فيها 4 شهور ومرة كتكون فيها ملي كنتهم من ديال التكوين غادي السيد الوالي غادي يسلم لهم واحد الشرائط اللي غادي يديروا في الجبال فهاد هي الرخصة وغادي يعرفوا هاد الشرائط وين تنقلوا الحساب ودوك اللي كنسافروا كيجيبوا في الاتحاد لا الفيراسيون ديالو لا كتجي الاتحاد الاتحاد كيفرق على العائلات تيبقى هنا مثلا دار وغير دار الرابط تيشوفها الغربي او العربي في الصيد وتيختارها ولما تعيد الاتحاد تقول انا بغيت دار عليا تعيد الدار تقول لها في 6 الشهر غادي يعيد مع الناس اللي باش كتير ولا يوم لها ولا 5 ايام هي الطريقه باش كتقول كل شهر. فهنا ملي تيجي لعندك هذاك السائح مع سابق الذكر ديال التكوين اللي تكونتي غير مكتوب حتى ما يكونش غرض مادي يدبر الانسان عنده مسائل باش الفلوس والنهب وكذا وكذا راه عنده غنيمه وفريسه باش يدبر على الفلوس بهذه الطريقه ولا باخرى لا تكون مسائل عاطفيه فيها الموده فيها الرحمه داك السيد ما عطيتيه من المساعده ومن ليونه ومن طيبوبه ومن اخلاق ومن التواصل به وتقرب تعالي الا ما راح تكسبوا هو وجميع العائله ديالو يعني ذاك الاطراف اللي هي قريب عليه كلها غادي طالع منها خالو وعمو وليداتو وبنتو وخوه الى اخره. من هنا كان هذه الحمد لله راه عندنا موقع حتى في التجاره ديالنا لان بزاف ما كنتو مزيان راه العائله كلها كتمشي عنده ولكن الا كان يعني مشى لعندو ما سميتو الشيء كتكون الى شفت كان مره ما تعرفش تمشي لعندو حتى ذاك الساحه كما شرحت لكم قبيل جاء عند العائله اجلس معاها ما عطاته الوقت نشرعو من الاحسن هذا خصو يجي الموكل هو ما بغاش يمشي للوطن، بغا يجي لوسط عائله مغربيه يمسحهم، يتواصل معاهم، يمشي يشرب كاس ناس مشمولين، ويتعرف على ثقافتنا وعلى خلقنا وعلى حضارتنا وعلى كذا، فلهذا هنا كنشروا البلاد ديالنا والقيمه ديال المغرب والقيمه ديال مباركنا وديال وزارتنا وديال مدينتنا وديال المسائل كلها فيها مزيه. Thank you.